Yeah. As a game and watch, I don't think you like Sephiroth that much, and I can't blame you. Okay. Game 1, نروح PS2. اوه هذه من احسن استيجات ماريو. فيعني حاليا سكر راح يصير الوضع انه ابي احصل في الجراب وابي احصل الاب اير سترينجز حق الداونير من البلاتفورم الوسطي. اوكي. طبعا ابو بدر يعني بالتيري جدا جدا قوي. الديس جوينتد اف تلت هذه راح تسبب مشكله كبيره حيل حق ماريو. اوكي حاول يحصل كامبو لكن ما كان في اي تكمله. واجين لان ماريو ستوبي كاركتر فيقدر يسوي له اوت رينج بالحركات اللي موجوده عنده. والبريشر اون شيلد يقدر ماريو يطلع بالابي which is اعتقد فريم 3 اور سمثينج. بس بنفس الوقت يعني تيري برشر من اكثر البرشر السيف في اللعبه. اوكي الاب تلت انتي اير هذه الابس ماش تطلع داون تلت داون تلت جاب يطلع منها برول على طول. الكراك شوتات شغاله والله الكراك شوت قاعد تحصل مالج مو طبيعي على ابو بدر. اوكي حاول يحصل داون سماش باور دانك وياخذ الستوك الاول يتقدم ابو بدر باول ستوك. اوكي كراك شوت وحاليا وضع سكو شويه لك عليه لان هذا البرسنت اللي ماريو ما هو مرتاح فيه بالضبط. لازم يحصل سماش اتاك عشان يحصل الكل او ايدج جارد. فالكلام هل سكو جاهز حق الشيء هذا ولا لا؟ هاي الشيء اللي ابي اعرفه. اوكي ابو بدر وذ ذا جو جو تايم. ايوه ديليد ريكفري علشان ما ياكل السايد بي فالوضع شويه كان صعب. نايس باك ايرز كفرج على البلاتفورم من تحت البلاتفورم يطلع برا الستيج لكن الاب تلت او ماي جاد كان ممكن ياكله باور جايزر ربي ستر. حلوه الباري من سكو حق الاب سماش كلين بس يعني ما كانت ترى امانه ترو بانش. اعتقد كان يمدي ابو بدر يسوي شيلد لان اعتقد سوى داون تلت سوى كميت حق الاوبشن اللي بعده من بعد الباري بالذات ان الاب سماش ضربت من قدام يعني. اوكي ابو بدر يرجع مره ثانيه سنتر ستيج داون تلت الاف تلت بالديس جوينت والسواليف. وضع سكو حاليا شويه حرج ولكن محتاج هو قراب واحد لكن ما قاعد يمشي الوضع معاه يعني ما هو قادر يقرب من ابو بدر. وقت ما يحاول يقرب يلقى نفسه انترسبتد. او ماي جاد ضاع الجنب ولا عنده جنب؟ اوكي عنده جنب عنده جنب. وير جود وير جود. حلوه ماش على طول حبيبي يطلع منها ابو بدر. سلام ويك اب جاب جاب حق ترو اب بي تاخذ الستوك. والله ابو بدر يعني قلب من حديد تبارك الرحمن. الاب المقاتل من اجل ابنائه ابو بدر كفو والله والله يعني مع انه سيكوز ماي هومي والله احبه ودي انه يفوز بس يعني اي كانت. ابو بدر لا ابو بدر يمه ولا كانت شباسه. اوكي اوكي لا حسافه بوشها دي ايس ديم ابو بدر دامت. اوكي اوكي عندنا شانس عندنا شانس عندنا شانس عندنا ضيع الكامبول اندي اي كان صح. اوكي ها وي جود وي جود وي جود ياخذ السوك. اوكي خذ السوك الثاني السوك الثاني نحتاج ماريو ستوك عشان يرجعها ولكن ابو بدر نحتاج بس داون تلت وحده. ما نفعت حسافه كانت شات لو لم تكن. يلا دورك سكو دورك سكو. اوكي باك يا حق اف تلت. اوكي 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 وي باك وير سو باك وير سو باك. لا سكو حرام 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 لو رايح حق الابير داونير ميكسر اشرف. اوكي وير جود وير جود. يا سلام وسكو يرجعها. او ماي جاد يا خذها سكو والله. اوكي اوكي سيم ستيج سيم ستيج. اوكي سكو بيكمل مع الماريو ابو بدر يعني يحس ان الستيج كان اوكي معاه. طيب الجيم الاول يروح لصالح سكو من بعد يعني كمباك جميل جدا. الستوك الثاني خذاه بكومبو بعدين الستوك الثالث كان جدا كلتش كان محتاج هالشيء. طيب ونبلش الجيم اللي بعده باور ويف يدخل الحين على طول سكو البامولز والتلتات شغاله على طول سبوت دوج اتاك حق النير نيوترال نيوترال اير سايد بي. والله امانه كي جي يعني اثنينهم تشيزرز ف اوه جميله. لا الصراحه الماريو اليوم لجيت اب اير حق اب اير حق فورورد اير شباسه تيك ذا ستاك ترو اب بي بس طبعا يعني 70% ما راح تذبح. والبانيك اب بي من سيكو يحاول يطلع منها. او ماي جاد كان ممكن يتجنك من السايد بي. اوكي داون ثرو حق اب اير نيوترال اير على طول يطلع منها باير دوج جاب جاب دي بي نايس اس دي اي من سيكو قاعد يفلت منها. اوكي باري اب سماش ما كانت كفايه 40% ولا شيء حق تيري يعني يقدر يرجعها على طول فلازم يدير باله. برع هو محتاج يستخدم الابي حاليا الترو ابي من الجاب جاب. اوه سلام عليكم ياخذ الستوك على طول. لما تسمع تيري يقول البرنكل ترى جد ليتري تسمع يقول سلام عليكم يصرخ بكبر ما عنده. اوكي اب اير اب اير ثانيه اب غصيت الاب ايرات حق لبي. عدنا عدنا
اوكي نيوترال اير والداون سماش. اوه هذه الصراحه انا اعتبرها سيكو كلاسيكو انه يستخدم النيوترال اير دريفت حق الداون سماش. يعني قليل اشوف ماريو يسوونها. والداون اير مع كوريك دي اي يعيش على 160%. اوكي 160% معناته ان فيها جو. دير بالك سيكو، دير بالك سيكو. يا ساتر يا ساتر والله ابو بدر كوكينج. لكن الاب سماش نيها اوت اوف شيلد، ابعد عني. جميله جميله. اوكي سيكو كلتش صراحه لان 160% الريج هذا كان جدا كبير مع الجو، كان راح يطشر. او ماي جاد الكامبوز وات. لا 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 سلطان حسافك كانت، ولكن يلا لا لا سواله فوتستول. وات كانت فوتستول هذه. دام ليتس جو. لا 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 الشيك الصراحه اعطاني الشيل الايبرو ريز الحركات. لا 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 شنو هذا سيكو ما ادري يلا كنا الماري لجيت كني صرت معجب. واو صراحه سيكو يور ماريو از ها. منو منو صح صح. لا بس بس تصدق اقول لك شغله، الامنه دربته والله. وي هاف تو سي لازم نتكلم ان سيكوز ماريو خسر من امنه، امينه الامنه. فامينه الامنه خلتها يلفل، انا متاكد من هالشيء. هلا اوكي رجعنا معاكم حاليا في الجيم الثالث من بعد يعني الجيم الاول الصراحه كان سوبر كلوز. الجيم الثاني بين ان سكو يعني هذا داونلود. فخلينا نشوف الحين في الجيم الثالث هل راح يكون في ادابتيشن من طرف وبدر ولا يعني الموضوع يعني براي تو الله كالعاده يعني which is not يعني يعني it's a strategy it's the correct thing to do بس يعني اوكي اوه الاف سماش. لكن 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 نو وين الداونر. اوكي لازم يدير بال، لازم يدير بال الحين. ترى انت يو ار ان كلوز بروكسيميتي اوف ماي باستر وولف. يب تود بي شيم اف يو دايت تو ماي جو. ستوك الاول يروح لصالح ابو بدر. حلوه باكيرات شغاله. لا لازم يدير بال. والجانك يا خطر جدا صراحه تلعب ضد تيري بالرينج هذا، بس الحمد لله يعني كان جاهز. يب 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 دانتلت اف تلت باستر وولف از ا ليجيت كومبو ديل سو ماتش بيرسنت 60% فيها. باور جايزر يحاول يصيد الجامب نو سنايب وبس. يعني وضع ابو بدر حاليا يعني الحمد لله يعني توكلنا على الله ولعبنا لعبا جيدا. اوكي كراك شوت يرجع ها سبوت دوج سلام نيها ياخذ الستوك. اوكي فمن ناحيه سيكو الصراحه احس انه يعني هو عنده الكوركت جيم بلان بس بنفس الوقت انتركسيز تيري قاعد اتعذبه شويتين وابو بدر مستغل هالشيء هذا بالذات ان ابو بدر يعني في السكرامبلز يعرف شو اللي يختاره صح. برشر تيري طبعا مسبب مشكله من ناحيه الجابز جابز انه لو يحاول يتحرك مثلا بجامبس ولا غير قاعد يصير وضع صعب. اوكي نايس اوكي سمارت اوبشن من ابو بدر انه يحاول يفلت من الكامبو بالترو اب بي لانها فريم 1 انفنسبل فريم 1 انفنسبل. اوكي الاب اير اب اير الثانيه. اوكي الاب بي الزرقاء يحاول يطلع منها. اوكي شباب حماس هناك شكله على تكن شكله في الحماس على تكن معلش عدنا معاكم. طيب حاليا وضع سكو انه ممكن يتبخر من اي داون تيلت اي اب سماش. بالمقابل تيري يعني صعب عليه حيل انه يموت حاليا. اوكي باستر وولف. طيب اف واي اي الجاب جاب باستر وولف تو ما كانت ترو لانها كانت جراوندد. اذا كنت جراوندد ما تصير ترو. يو كان اولويز دي اي داون وشيلد. اوكي حلوه جوز ديب فور ذا باك اير. طيب باك تو ان ايفن جيم وحاليا يعني هذا ممكن يكون بوتنشلي اخر ستوك حق ابو بدر في البراكت. اوكي اعتقد الشورت اوف دانر هي اللي خربت على سيكو. باك اير حق باك اير ثانيه لكن ابو بدر شغال في الجابز على طول انتربشن. نايس اب اير اولى اب اير الثانيه حق النيوترال اير حق الاب اير اب اير ثالثه رابعه والميكس اب. لو كانت كروس اب كانت راح تذبح بس ما كان كروس اب دي اي. اوكي الافتلتات بلشت تشتغل مو بدر. درع سيكو بخطر اذا انكسر درعه راح يخسر فلازم يحسب حسابه على هالشيء. اوكي داون تيل جاب جاب حق الاب بي. طيب الوضع خطر جدا عندنا جو وي هاف جو سيتويشن جو سيتويشن. نايس باك ايرز والهايدرنت مو الهايدرنت شو اسمه الفلود. اه هيز ديد هيز ديد ما يقدر يرجع ما يقدر يرجع
وسيكو ياخذها 3-0 ضد بوبدر. صراحة يعني 3-0 بس was close legit، فعلا كان 3-0 بس it was close.